عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتي أذواق. لي راهي أول مرة تشوف فيديو تاعي ولا تشوف قناتي، ما تنساش دير أبوني وتفعل الجرس باه كل فيديو نديرو راح يوصلكم بإذن الله. اليوم كما راكم تشوفوا في المقادير راح نوجدو مع بعض دجاجة محمرة في الفرن مع التوابل. نبدأ على بركة الله. نحتاجو دجاجة نخليوها كاملة، نغسلوها مليح بالقارص والخل والملح كما راكم تشوفوا. وماذا بينا نخليو لها هذه المنطقة باش نغلقوها لأننا راح نحشيو الدجاجة تاعنا بالرز. نحتاجو التوابل التالية: الملح، نحتاجو فلفل حار اللي ما يحبش يستغنى عليه، فلفل كحل، مغرفه كمون، زنجبيل، راس الحانوت، كركم، عكري ولا بابريكا، اكيد الملح. كل هذه التوابل نحتاج منها ملعقة صغيرة. نحتاج نصف حبة ليمون ونصف فنجان صغير زيت، ملعقة كبيرة موتارد، نحتاج شوية قصبر وشوية معدنوس مقطعين كما راكم تشوفوا. ونحتاج للحشو الرز. الرز تاعي انا راه واجد الرز عادي تشري مفور، تخلطي معه حشاوش وتخلطي معه شويه كبده اللي ما عندهاش دير كبده تاع الدجاج عادي، والتوابل اللي تحبيها مع قزبر ومعدنوس وتحطيها يفور حتى يدخلوا الطياب باه نديروه في الحشو تاع الدجاج. نبداو على بركه الله نحكموا الدجاج تاعنا. اول شيء نديروه بعد ما غسلناها مليح، نحكموا نصف حبه ليمون ونعاودوا نعصروا عليها مليح الليمون من برا ومن الداخل. هذا القارص راح يخليها طريه ويخليها محمره من برا وطريه ولذيذه بزاف من الداخل بهذا الطريق. كي نديروا لها مليح القارص نحكموا لا موتارد تاعنا ونبداو بها. اول شيء نبداو نحطوا بهذا الطريق، نمسحوها مليح من برا ومن الداخل. بعد ما كملنا من الموتارد نحكموا الحشيش تاعنا اللي هو قزبر ومعدنوس، نحطوا شويه لداخل داخل الدجاجه وشويه نحطوه بين في هذه المنطقه بين الفخذ وبين الجلده تاع الدجاجه. ما نخلوش الحشيش من برا لانه راح يتحرق لنا، احنا ما حبيناش يتحرق، نخلوه من الداخل. بعدها نحكموا التوابل تاعنا اللي ذكرناهم كامل، نخلطوهم مع فنجال تاع الزيت. دوك نشوفوا مع بعض كيفاش نخلطوه. ونحكو بواسطة الأيادي، نحكو مليح الدجاجة تاعنا بهذه التوابل من برا ومن الداخل. لاحظوا معايا الطريقة. الآن بعد ما درنا كامل التوابل على الدجاجة تاعنا، شوفوا راهي حمراء وهذا الشيء راح يخليها تتحمر وتجي هايلة، يعني في الفرن تجي خير من تاع برا اللي تتباع برا، تجي هايلة. الآن واش نديرو؟ نعمروها بالرز. نعاود هذا الرز، قلت رز مفور، خلطته مع بصل مربي وشوية ثوم وملح فلفل كحل، توابل اللي تحبيها، أنا درت راس الحانوت وشوية شوية كمون وشوية كبدة مقطعة صغيرة مع قزبر ومعدنوس، تخلطي مليح مع شوية طماطم مصبرة وتحطيه فور. كي يدخلوا طياب تنحيه وتحشي به الدجاجة تاعك. إذا نحشيها ونحكمها بلي كوردون هادو، شوفوا معايا الطريق.
راني كملت الان وغلقتها مليح بالكوردون كما راكم تشوفوا. الان ما عليا غير نديرها في طبق ونغطيها مليح بالالومنيوم، لكن قبل الالومنيوم نحطو بابي كويسون، لانه الالومنيوم مع الدجاج راح ما يكونش صحي. اذا نحكموا الدجاجه تاعنا، حطوها في قدره ولا عندكم قدره كبيره هكا، ولا فقط بلا اللي يدخل للفرن. نديروا لها شويه زيت فقط من الفوق، ماشي بزاف كيما راكم تشاهدوا. نغطيوها قلنا بالبابي كويسون اولا، ورق الطهي، ثم نغطيوها مليح بالالومنيوم. ندخل الدجاجة تاعي الفرن من ساعة ونصف إلى ساعتين على حسب الدجاجة تاعكم. إذا كانت ساعة الدجاجة صغيرة ساعة ونص تكفي، إذا كانت الدجاجة كبيرة يعني ساعتين. كي تطيب نحيولها الألمنيوم ونخليوها تتحمر، راح تخرج روعة، راح نشوفوها مع بعض كي توجد بحول الله. هاي الدجاجة تاعنا بعد ما طابت وتحمرت مليح، يعني خرجت روعة تشهي، وليزيبيس عاونوها باش تحمر مليح. شوفوا الروز، راني جبت لكم نحيت لي كوردون وجبت لكم شويه روز باش تشوفوا كيفاش يخرج من الداخل، ويخرج طايب ويدي ريحه تاع ليزيبيس هايلين. يعني هاد الدجاجه لازم تجربوها باسكو بنينه بزاف. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، وإذا عجبكم ديروا جام وتشاركوا في القناة بالضغط على الزر الأحمر أبوني، وما تنسوش ما تبخلوش علينا بتعليقاتكم سواء إيجابية أو سلبية. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.